للحديث أكثر عن مجمل الأوضاع السياسية وملف انتشار فيروس كورونا في البلاد ينضم إلينا من شبكة مراسلين من بغداد أرشد الحاكم ومن البصرة مباشرة الزميل علي عدنان. بداية مرحبا بكما. يعني أرشد، اليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هل هذا دليل على انتشاره في البلاد؟ تفضل. بالتأكيد تزايد الأعداد هو الدليل على الزيادة، ولذلك لجأت الحكومة العراقية، وبسبب التزايد الأعداد لذلك لجأت الحكومة العراقية إلى عملية فرض حظر للتجوال على العاصمة العراقية بغداد، يبدأ من الساعة 11 من مساء اليوم. وأيضا هنالك يعني آخر عصيلة لوزارة الصحة، كانت مساء يوم أمس 133 إصابة، لكن اليوم وصل العدد إلى 154 إصابة في العراق، وتوزعت هذه الإصابات على 15 إصابة في جانب الرصافة، واثنين في مدينة الطب، وثلاثة إصابات في كربلاء، وواحدة في البصرة، وحالة وفاة واحدة في واسط. وهذا يعني تزايد في أعداد الإصابات في بسبب انتشار فيروس كورونا. نعم، دعني أنتقل إلى الزميل علي عدنان من البصرة. علي، يعني كيف هي الإجراءات المتبعة لتنفيذ قرار حظر التجوال في محافظة البصرة؟ علي تفضل. أهلا حسن، خلية الأزمة في محافظة البصرة أعلنت حظر التجوال ليوم الأحد المقبل، وأكيد هذا يأتي ضمن إجراءات اتخذتها خلية الأزمة المكونة من محافظ البصرة والقيادات الأمنية ودائرة صحة المحافظة لحماية المواطنين وعدم التجوال في الأماكن العامة والشوارع. وهناك أيضا حملات يعني من قبل دائرة صحة البصرة للتعفير وتعقيم الأسواق العامة والمتنزهات والشوارع، وأيضا قيادة عمليات البصرة بالتعاون مع الفرق الطبية وضعوا الكثير من يعني هذه الحملات بالسيطرات المتواجدة في المحافظة. وأيضا نحن متواجدين اليوم في ساحة اعتصام محافظة البصرة، هناك جهد كبير من قبل المعتصمين والمتظاهرين بإطلاق حملة شباب وطن، هذه الحملة التي ركزت على التعقيم والتعفير لخيم الاعتصام حفاظا على أرواح كل المعتصمين المتظاهرين المتواجدين منذ أشهر في هذا المكان. وحول هذا الموضوع ينضم معي أحد الناشطين المتواجدين هنا، راح نتحدث أكثر عن يعني شنو إجراءاتكم كمتظاهرين معتصمين اليوم بإطلاق فريق شباب وطن، يعني هذا الفريق الطوعي الذي جاهد من أجل حماية كل المتظاهرين والمتواجدين في ساحة الاعتصام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا قبل ايام وجهنا بيان لوزارة الصحة بان احنا نحتاج الى كوادر طبية لتعقيم ساحة الاعتصام. للأسف لحد الان لم تصل هذه المفارز الطبية لمكافحة ساحات الاعتصام، لذلك شباب من مخيمات البصرة ومن داخل الاعتصام قاموا بالجهد الذاتي بوضع حملات طوعية ذاتية بتعقيم وتحفير ساحات الاعتصام وخيم المعتصمين وعزل الأفرشة داخل المخيمات ووضعها تحت الطاقة الشمسية لتعقيمها. الحمد لله وشكر، اليوم الشباب واعين لدرجة انتشار المرض وجاي يعاقبون. علي إن كنت تسمعني زميلي، علي إن كنت معي وتسمعني، علي هلا استغلنا هذه الفرصة وسألنا الأخوة الموجودين من الناشطين هناك مدى تأثير ومدى صدى إعلان تكليف عدنان الزرفي رئيسا للحكومة؟ نعم، راح نتحدث أكثر اليوم عن يعني بالإضافة لحملتكم الطوعية اليوم، ما مدى تأثير اليوم ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة؟ صراحة المرشح الجديد عدنان الزرفي يعني هو اليوم ساحة البصرة وباقي الساحات بين مؤيد وبين رافض، وننتظر النتائج. لكن انا ردت احكي على الوضع الصحي بالساحة. احنا هيئنا مدخل للساحة وناشدنا خلية الأزمة بالبصرة ودارة صحة البصرة توفر لنا كادر، راح يكون هذا الكادر مهمته إذا تعاونوا ويانا يعني ثابت. أولا يفحص جميع الشباب المعتصمين، يعني الشباب اللي باقي، يعني عندنا شباب بيتهم بالزبير بالمدينة، فهذا باقي بالضبط، فهذا بيتهم بعيد، فبالتالي راح يبقى بالساحة. هذا مطلوب من الدارة أنه تفحصه
وتنطينا الاشياء اللي من خلالها نعقم المكان، نعقم ارواحنا، نعقم حتى الداخل. لكن للاسف لحد هاي اللحظه بعد ما لاشدنا الداره سوى مقطع فيديو اكثر من واحد ونشرناه، لحد هاي اللحظه ننتظر داره صحه البصره وخليه الازمه يتعاونون ويانا. نعم. شكرا شكرا. نرجع الموضوع اليوم، الفريق الشباب وطن، انتم فريق يعني تعملون من اجل حمايه كل المواطنين، وشنو اللي قمتم؟ فريق شبابي اشتغل منذ بدايه الازمه التي الكورونا، اشتغلنا على مستوى الساحه بالبدايه، اشتغلنا تعقيم الساحه يوميا على متر صباحا ومساء، اشتغلنا على الساحه. شغله ثانيه هي اهم شغله التوعيه، التجمعات لازم نحد من التجمعات في الخيمه الواحده، انه توزيع الشباب على نوبات متتاليه في داخل الخيم. اما من ناحيه اخرى اكو سوينا شغله وهي داخل المناطق، عندنا فريق نتوجه الى عده مناطق، يعني يوم يجي يطلع على منطقه تعقير وتعفير البيوت، اضافه الى ان توزيع منشورات للحث على كيفيه مكافحه الكورونا في داخل البيوت من قبل المتظاهرين. شكرا. اذا حسن، هذا الفريق الذي يعمل اليوم ليل ونهار هو جزء مهم لدعم كل الفرق الطبيه حتى في المناطق المتواجده القريبه من ساحه الاعتصام، بالاضافه لهناك مطالبات من قبل الشباب المعتصمين هنا بالدعم من قبل. نعم علي، ابقى معي علي، وهذه عوده نعود من جديد الى الزميل ارشد، لكن علي اريدك ان تبقى معنا، سنعود اليك ايضا. ارشد، يعني ماذا بشان اسعار المواد الغذائيه، خصوصا ان قرار حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ مساء هذا اليوم، يعني كيف وجدت الاسواق ارشد؟ لليوم الثاني على التوالي ما زالت الأسعار مرتفعة في العاصمة العراقية بغداد، وهنالك شكاوى من المواطنين إلى الجهات المعنية الحكومية، سواء الجهات الاقتصادية أو وزارة الزراعة أو الجهات الأمنية، يعني الجريمة الاقتصادية، جهاز الأمن الوطني، جهاز النجدة العراقية. هنالك مطالب ومناشدات، رغم أن هنالك تشكيل لجنة من قبل وزير الداخلية تتولى عملية مراقبة الأسعار في الأسواق، لكن حتى هذه اللحظة التي نتكلم بها وقبل قليل كان هنالك حديث من قبل عدد من المواطنين قالوا أن الأسعار ما زالت مرتفعة. حتى هذه اللحظة أسعار الخضار وأسعار الفواكه وأسعار المواد الغذائية الجافة في أغلب مناطق العاصمة العراقية بغداد، هنالك عدد من المناطق ربما خضعت لعملية مراقبة لكن الأغلب لم تخضع لعملية مراقبة، وبالتالي هنالك مطالبات من هذا الجانب. من جانب آخر هنالك تحرك حكومي لكن حتى هذه اللحظة يوصف بالخجول وليس بالمستوى المطلوب. هنالك تحرك من قبل المحكمة الاتحادية، محكمة تحقيق الرصافة أعلنت عن اعتقال عدد من المتهمين التجار الذين قاموا برفع الأسعار في منطقة جميلة وأحيلوا إلى القضاء، وبالتالي هنالك أكثر من تحرك، لكن حتى هذه اللحظة هنالك إقبال من المواطنين على الأسواق، سيما وأن اليوم هو منتصف ليلة اليوم سيكون هو حظر التجوال، وبالتالي ربما الأيام القادمة لا يستطيع أحد التسوق، ربما إقبال المواطنين هو السبب في ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى عدم عملية المراقبة. أيضا هنالك مطالب بإغلاق علوات الخضار التي هي السبب الرئيس في رفع أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضروات في العاصمة بغداد. نعم أرشد، بما أنك الآن في وسط بغداد ومناطق بتماس مباشر مع المواطنين، كيف وجدت ردود الفعل حول تكليف عدنان الزرفي رئيسا للوزراء؟ هنالك ردين فعل لهذا الموضوع. رد الفعل الأول هو الشعبي، حتى هذه اللحظة هنالك تباين في الآراء، لكن ربما الأغلب يؤيدون هذه الخطوة بتكليف السيد عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة المقبلة، كون الأوضاع في البلاد لا تتحمل أن تكون المرحلة المقبلة هنالك تدهور اقتصادي وتدهور أمني وتدهور صحي، وبالتالي يجب أن يكون هنالك شخص لرئاسة الحكومة يتولى عملية إدارة هذه المواضيع. على الجانب السياسي رصدنا أكثر من ردة فعل سياسية حول هذا الموضوع، منها على سبيل المثال
يعني كتلة النصر النيابية باركت هذه الخطوة بتكليف السيد علاوي، وأيضا هنالك الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا بارك هذه الخطوة، لكنه حذر الزرفي من اتباع ذات الخطوات التي أفشلت محمد توفيق علاوي. وأيضا نعم أرشد، وصلت الفكرة زميلي أرشد. قال أنه أرشد أنهم ينتظرون البرنامج الحكومي للسيد الزرفي، لكن نعم أرشد. دعني أتحول إلى الزميل علي عدنان، وعذرا لضيق الوقت يعني علي، هل تم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا أو وفيات في البصرة؟ نعم، كما أعلنت دائرة صحة البصرة هناك 3 حالات للوفيات في المحافظة سجلت رسميا من قبل مدير عام صحة البصرة، وأيضا ارتفاع عدد الإصابات، هذا ما ينذر بخطر وقلق للشارع البصري. وهناك أيضا يعني رسالة مهمة يجب أن تذكر، بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر سلبا على الكثير من المواطنين وذوي الدخل المحدود، وأطلق بعض من المواطنين الميسوري الحال وهناك الكثير من التجار حملة لدعم كل الفقراء بأن تكون هناك أسواق مفتوحة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود بأن تكون هناك المواد مجانية، هذا يأتي ضمن دعم الجانب الإنساني. بالإضافة لي يعني كما ذكرت أن الخلية التي شكلت من قبل محافظ البصرة خلية الأزمة هي تسري أو تجري بصورة مستمرة لدعم كل المواطنين، وأكيد هناك نصب للسيطرات يعني توزيع البروشورات وأيضا التوعية والتثقيف للمواطنين من خلال يعني حمايتهم من هذا الفيروس القاتل. نعم، الزميل علي عدنان من البصرة والزميل أرشد الحاكم من بغداد كنتما معي في هذه النشرة، شكرا جزيلا لانضمامكما إلينا، شكرا لكم.